اهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من مباشر النيل، ونلقي خلالها الضوء على اهم القضايا والملفات المطروحه سواء محليا او عربيا وعلى الاجنده الدوليه ايضا. لكن بالطبيعه يعني هذا اليوم عيد الفطر مبارك، كل عام وحضراتكم بألف خير. نتركز على اهم الملفات فيما يخص مصر في هذه الموضوعات. منها الملف الاول، الرئيس عبد الفتاح السيسي بيهنئ الشعب المصري والامه الاسلاميه بعيد الفطر المبارك ويقدم هدايا عينيه وماديه لاسر الشهداء والمصابين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. ثاني ملفات في هذه الحلقة، الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك سعيا من الحكومة للتقليل من فرص انتشار عدوى فيروس كورونا، والذي بيشهد تزايد ملحوظ في معدل الإصابات خلال الفترة الحالية، وتبدأ بالطبع هذه الإجازة من يوم أمس السبت وحتى بإذن الله يوم الجمعة القادم. نتمنى من الجميع الحرص والسلامة خلال هذه الفترة حتى لا يصاب أي أحد بفيروس كورونا. نتمنى السلامة لجميع الشعب المصري، وكل عام وحضراتكم بألف خير. بعد الفاصل نبدأ أولى الملفات في هذه الحلقة. اهلا بحضراتكم جديد. بتحتفل مصر اليوم بعيد الفطر المبارك وسط طبعا اجواء مختلفه واجراءات مختلفه احترازيه مشدده بتهدف لعدم انتشار فيروس كورونا. وفي هذا الاطار هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري العظيم والامه الاسلاميه بعيد الفطر المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى ان يعيده بالخير واليمن والبركات والمزيد من الازدهار والبقاء لمستقبل افضل لمصر وكل المصريين. كمان انتهز الرئيس السيسي الفرصه لتقديم عظيم العرفان والتقدير إلى جميع أسر شهداء مصر الأبرار الذين جسدوا أروع الأمثلة في الشجاعة والبطولة والتضحية ليسطروا هذه البطولات وأحرف النور تحطمت أمامها موجات الإرهاب والشر لتنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار. الحقيقه في لفته كريمه جدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلالها القائد الاعلى للقوات المسلحه بتقديم الهدايا العينيه والماديه لاسر وابناء الشهداء والمصابين بمنازلهم بعدد من محافظات الجمهوريه. ده طبعا بمناسبه حلول عيد الاضحى وعيد الفطر المبارك، وفي اطار المشاركه الوجدانيه لابناء واسر الشهداء والمصابين بالاحتفال بهذه المناسبه المباركه. طبعا خالص التقدير لكل الشهداء والمصابين من جميع المصريين سواء من القوات المسلحه او الشرطه المدنيه او حتى من الجيش الابيض. نتابع حركه هذا التقدير. واجب وحق علينا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان السنين اللي فاتت بيشارك أسر الشهداء والمصابين الاحتفال بالأعياد والمناسبات. والسنة دي ورغم كل الظروف اللي بيمر بيها العالم برضو منسيش أسر اللي ضحوا بنفسهم علشان مصر ووصل لهم لحد عندهم في بيوتهم، وقدم لهم أسمى رسالة إنهم دايماً في قلوبنا. مصر عمرها ما تنسى أبدا ولادها. بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ما أكون زوجة شهيد أو قبل ما أتكلم في الدعم اللي هو عمله. هو أساسا بيقدم خدمات كتير جدا في البلد، بيخدمنا على جميع مجالات الحياة، لأن الفترة اللي فيها مصر بتمر بحاجات مفيش حد في العالم بيمر بيها. انت بتكافحي فيروس، بتكافحي ارهاب، وفي نفس الوقت بتبني. ف بيحارب الارهاب في سيناء وبيبني في سيناء، بيحافظ على اهل البلد. اما بالنسبه للي حصل النهارده ده حاجه طبعا انا لساني يعجز عن الشكر ليها، ان هو يحسس الولاد ان يحاول يدخل على قلبهم فرحة وسعادة، فأنا شاكرة لي. أنا كنت هفرح برضو لو كنت شفت سيادة الرئيس وسلمت عليه، عشان أنا دايما أنا بعتبره زي بابا أب تاني. وكان متعود يا حبيبي اللي هو أجازة كان لازم يجي يقضي معانا العيد، فكان بيحب يجي بدري عشان ينزل مع والده يصلوا العيد،
بعد كده بنطلع بعد كنا هنخرج، كنا بنقضي الأيام معايا ومبسوطين معايا ومع مراته ومع بنته. عايزة أشكر سيادة الرئيس وأقوله ميرسي على العيدية ديت، بس أنا كنت أتمنى ونفسي إن ميرا تسلم على حضرتك السنة الجاية إن شاء الله العيد الجاي. نفسي لما تكبر تشوف بابا لما ضحى بحياته الدنيا كلها وقفت معاها وحضرتك وما سبتنيش، بس هو ده كل اللي يهمني يعني. كل سنة وحضرتك طيب وإحنا مع حضرتك، وإن شاء الله هنعدي من كل حاجة. إحنا ضحينا بأرواح غالية كتير وإن شاء الله هتعدي إن شاء الله، وإحنا مع حضرتك. كل سنة وحضرتك طيب. إحساس إنني اللي هو أنا فخورة بنفسي علشان بنت شهيد، أبقى دايما رافعة راسي، متأكدة أنا بابا مبسوط. شكرا سيادة الرئيس على يعني على الكتير، عمل كتير معانا، ربنا يخلي يا رب ويبارك فيه. شكرا ان هو مش ناسينا ومش ناسي البنات. كل سنة انت طيب. كل سنة وعيدك في الجنة يا حبيبي. محمود فراوده من رياض الجنة، كل شهداء انا فراوده في الجنة. طبعا بشكره لان طبعا فعلا الظروف دي هو ما نساناش طبعا، كتر الف خيره وربنا يعينه. طبعا الظروف صعبه ده اكيد. انا كنت اثناء دوريه بتامين حدود الدوله على الساحل الشرقي الشمال الشرقي في رفح، والحمد لله حصل انفجار وبقى ناس، والحمد لله. كل سنة طيبة يا ريس، وده كفاية تقدير حضرتك لينا وإن حضرتك مش ناسينا، وده بالدنيا عندنا وإحنا جاهزين لأي وقت فعلا، يعني جاهزين فعلا، إحنا في الوطن كلها بالكامل. أقول له كل سنة وحضرتك طيب سيادة الرئيس، وشكرا على تقديرك الدائم والمستمر لينا ودعمك، ويا رب يحفظ أبناء مصر وجيش مصر في كل مكان يا رب. بحبك يا ريس وعايز أطلع زيك، أنت وبابي وأنت بطل شجاع. احنا حضرتك كلنا طبعا احنا اولاد مصر وشعب مصر، كلنا بنحب نفدي بلدنا، ودايما انا احب اكون فخوره طبعا. الحمد لله احنا اقوى شعب واحسن شعب يعني، الحمد لله رب العالمين والحمد لله على كل شيء. ربنا قريب يكافئني بشهيد، يخلق من صلب شهيد، وراتب ربنا كله اسمه هو الحمد لله، راتب كله ربنا كتبه الحمد لله. والله انا 51 سنه كفيل، والله اروح ابقى خدام تحت رجليه. احب اشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو ما بينساش ولاده وفاكرنا على طول، بيحاول يفرحنا برغم الظروف اللي احنا فيها وبرغم ازمه كورونا. وكل سنه وانت طيب يا ريس. لو رجع طبعا بيا الزمن تاني اتمنى طبعا ان انا اخدم في شمال سيناء. طبعا لو ما فيش اي جندي بيتصدى للارهاب هنلاقي ان التكفيريين تحت بيوتنا وان الاعلام السوداء بترفرف في كل مكان في مصر. انا بقى بلاقي الريس دايما في كل لقاء حريص على اني مثلا ايه يعني. انا لسه في اللقاء اللي قريب دوت كان في اسكندريه، وكان في فيديو كونفرنس وهو بيفتتح المشاريع هناك بشاير ثلاثه، انا لقياه كان عمال ياكد عليهم وبيقول لهم كل مكان تعملوه لازم تحطوا اسماء الشهداء والمصابين على المكان ده، يعني عشان يذكر يعني ويخلد اسماء الشهداء والمصابين. انا دايما بلاقيه بيحب يخلد اسماء الشهداء والمصابين.
أنا مصري فراسي شايل بلدي وعشان أرحي بعمري وأي صعب هون من قدي دنان لها جواش دمي وحروفها نور على اسمي هي أغلى شيء في الكون أنا مصري فوق راسي شايل بلدي عشان هضحي بعمري وأي صعب يهون من قدي دنان لها جواش دمي وحروفها نور على اسمي هي أغلى شيء الحقيقة طبعا شفنا رجال القوات المسلحة الأوفياء الشهداء والمصابين ربنا يعجل بشفائهم وربنا يرحم شهداءنا ويجعل مثواهم الجنة في الحقيقة طبعا ده أقل تقدير ممكن يقدم من الدولة ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يكون متواجد معهم طبعا رغم البعد المسافات ورغم طبعا البعد الحالي في ظل الإجراءات الاحترازية اللي تقوم بها فيروس كورونا واللي تسبب فيها فيروس كورونا في الحقيقة يمكن لازم يتقدم الشكر المتواصل وعميق الامتنان من الجميع لهؤلاء الأبطال. في الحقيقة الوضع مواثل في وزارة الداخلية حيث قامت وزارة الداخلية بتوزيع هدايا على أسر شهداء ومصابي العمليات العسكرية من شهداء الشرطة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. متابعة مقام قدر. يتذكر التاريخ عبر صفحاته كما يتذكر الناس بكل فخر وإعزاز قصص وسير الشهداء الذين سطروا بدمائهم مجد الوطن واستقراره. أسر الشهداء والمصابون محط اهتمام ورعاية من كل أجهزة الدولة وفي مقدمتها القيادة السياسية التي تقدم كل دعم ورعاية لهم. فقد اعتاد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن يحتفي بالعيد وسط أبنائه من أسر الشهداء والمصابين، ولكن حرصا على سلامتهم وصحتهم في ظل خطر انتشار فيروس كورونا وعدم وجود تجمعات، فقد قدم التهنئة لهم في أماكن إقامتهم. ونيابة عن سيادته وجهت وزارة الداخلية مأموريات لأماكن إقامة أسر شهداء الشرطة والمصابين لتقديم التهنئة التي استقبلوها بترحاب، فهي تعكس تقدير الدولة لتضحيات أبنائهم. حربوا على كل جبهة ينموت علشان ترابها نعيش رصنا لفوق. كابتن رساله بيطمن عليه ان هو راجل وفضل يدافع عن الكمين بتاعه، ما سابوش للتكفيريين. هو كان دايما يقول عليهم التكفيريين، فضل يدافع لحد اخر دقيقه. وعمر اول واحد صف التكفيريين واخر واحد شهيد في التكفيريين. عمر كان مميز وكان لازم موقفه هتبقى مميزه في يوم زي ده في يوم العيد. ولادنا ضباط رجال ما بيخافوش. رئيس سيد عبد الفتاح السيسي، أنا بشكرك وبوجه لك التحية وبقول لك كل سنة وحضرتك طيب، وبنشكرك على الوقفة اللي أنت بتوقفها معنا. بصراحة أنت مش سايب أي حد، من سواء أنا أو أطفالي أو أي أسرة شهيد. بجد أنت واقف معنا وقفة جامدة جدا. كل سنة وحضرتك طيبين. كل سنة وحضرتك طيبة. دي هدية من السيد الرئيس بمناسبة عيد الفطر. بحبك يا ريس ووحشني قوي بابا. تقدير السيد الرئيس لينا كأسر شهداء ولأولادنا، هو ما بينساناش حتى في الأوقات اللي هي زي دلوقتي، يعني المفروض ان هو في وباء ومع ذلك هو تفضل شاكرا ان هو تقدم بهدية لابني يعني بمناسبة عيد الفطر وكده. خلال
خلف كل باب يفتح ليتلقى تهنئة رئيس الجمهورية قصة بطل ضحى بروحه، وآخر طلب الشهادة لكنه أصيب. صباح الخير، ازي حضرتك يا فندم؟ سيادة الرئيس بيقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيب، ودي هدية من سيادة الرئيس. كان المهمة المطلوبة مننا القبض على 3 تكفيريين كانوا بينزلوا يجيبوا دعم لوجستي للتكفيرين في سيناء من منطقة جلبان. أثناء التعامل ربنا كرمني واتصبت بطلقة في دراعي. ده شغلنا، ده اللي احنا بنحبه، اللي بنعرف نعمله، اللي بنحس ان احنا بنفدي بيه ناس تانية كتير قوي. السيد الرئيس يفتكرني في العيد ويفتكر ضابط مصاب من وزارة الداخلية، فدي أكيد طبعا يعني أكبر تقدير ممكن أخده بعد النوت طبعا بتاع السيد الرئيس. ده هدا من السيد الرئيس وبيقول لكم كل سنة وانتم طيبين. قبل الاستشهاد بتاعه كان في اشتباك وموت فيه 2، قعد يومين وموت 2. زميله ساعة الاستشهاد هو طلع مكانه في الدشمة، مسح الدم ووقف مكانه. عيال قلبها حديد وقلبها جامد، وزمايله طبعا هم جابوا حقه في قبلها وبعدها. ربنا كان كاتب له ان هو هيبقى شهيد، فهو راح خد روحي معاه، روحي طلعت معاه، لكن انا ما زعلتش لاني كنت عارفه هو حاسه هو راح فين وبقى في ايه وهو يستاهلها. الرئيس يعني حتى تاريخه، حتى من ساعه ما مسك البلد يقول لك ما ينفعش ينسى الشهداء. يعني تحسه حاسس بوجعك، حاسس انت فقدت ايه، حاسس بقد ايه انت قدمت ايه. رجال بتحمي شعبها وكل شبر في ارضها، نقف في ظهر المظلومين ونرد كيد الظالمين، ونكون حماية وصور وسد في وش اي ربنا يرحم كل الشهداء من القوات المسلحة ومن الشرطة المدنية وحتى من الجيش الأبيض اللي بيواجهوا الوباء في هذه الفترة. في الحقيقة كلها معارك صعبة خاض فيها رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وحتى الأطباء، معارك صعبة جدا أمام الجميع. في الحقيقة طبعا كل الشكر وكل التقدير وكل الامتنان ليهم بمناسبة ما قدموه. في الحقيقة هيظل وسام لهم ولأهلهم ولذويهم ما قدموه من أجل أن يصمد هذا الوطن وأن يبقى دائما. لمزيد طبعا من التفاصيل معنا سياده اللواء ناجي شهود المستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا. مرحبا بك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. سياده اللواء ناجي، مساء الخير يا استاذ عمرو. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. تحيه لحضرتك وتحيه لزملاء العمل في الاستوديو وتحيه لكل المشاهدين الكرام، بقول لهم كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وحضرتك طيب يا رب ودايما في خير يا رب ان شاء الله. سياده اللواء ناجي، وبنسعد دايما بسمع صوت حضرتك، لكن في الحقيقه يمكن ما قدموه أبطالنا من القوات المسلحة ومن الشرطة المدنية وحتى من الأطباء الجيش الأبيض في هذه المواجهة العنيفة جدا أمام هذا الوباء بيدل أن رجال مصر رجال أقوياء وعندهم استعداد يقدموا كل غني ونفيس من أجل أن يبقى هذا الوطن بقيا، زي ما حضرتك وزملائك شاركتوا في حرب 73 وغيرها من الحروب. هؤلاء أيضا يقدموا يمكن لا يقل بطولات ست اللواء ناجي عن ما قدم في الفترة السابقة، وإن كان العدو السابق معروف لكن هذه الفترة العدو مجهول ويتخفى بيننا زي ما شفنا يمكن في مسلسل الاختيار اللي كان واضح جدا قد إيه قدموا بطولات كبيرة جدا يا فندم. طيب أنا سمعتك واديتك فرصة تسمع. اتفضل طبعا. تبني مني براحتك يا فندم، براحتك خالص، اتفضل يا فندم. طيب عشان أتكلم معاهم. لا لا لا، زي ما اتفضل حضرتك، خد كل وقتك، اتفضل. طيب بداية ببعت رسالة للشهداء، كل شهدائك يا مصر عبر العصور، وبقول لهم شعب مصر رجالة وستات شياب وشيوخ بنات وبنين أطفال وكبار، فاكريني يا شهدائنا، أنتوا قدمتم أرواحكم لي وعارفين أنتوا رحتوا فين والسبب إيه وعشان إيه، والأرض اللي أنتوا قدمتوا روحكم عشانها كلنا مسؤولين عنها، وإحنا بنستنى اليوم اللي نحصلكم فيه بنقول لكم
يستحيل نفرط في ذرة رمل واحدة انتوا فيها نقطة دم مصري أريقت بسبب الحفاظ على هذه الأرض. بقول لكم يا شهداء، كل إنسان مصري يحمل رقم قومي مصري ماضي على رب على وصل أمانة لرب العزة، بيقول له يا رب العزة الأرض اللي انت كرمتها طولا وعرضا، الأرض اللي انت أنزلت عليها أنبياء وأنزلت عليها كتب سماوية ومررت فيها أنبياء وطلبت فيها أنبياء ومشي فيها أنبياء، شعب مصر مسؤول عنها، لازم هيسلمها للجيل التالي مصانة معززة مكرمة لا يمكن ينتقص منها صمت واحد. احنا كلنا ماضيين على وصل أمانة، انت يا أستاذ عمرو في الاستوديو بس ماضي على هذا الوصل، انك هتحافظ على الأرض دي وتسلمها للجيل اللي بعدك وجيل أكتوبر لم يكن يجرؤ ان هو ما يرجعش الأرض وإلا كان موقفه قدام ربنا وحش قوي. دي أول نقطة. النقطة الثانية، التقرير اللي اتعرض الخاص بيه اللجان اللي مرت على أسر الشهداء وقدمت بعض الهدايا الرمزية، هي الهدية مش من الرئيس الحقيقة، هي الهدية من شعب مصر. الرئيس ده الرئيس المصري، المصريين اختاروه عشان يتولى شؤونهم ويتولى أمورهم ويتكلم باسمهم. أما بيقدم التعزية بيقدم التعزية باسم شعب مصر، أما بيقدم هدية بيقدم هدية باسم شعب مصر. بيقول لكل أسر شهيد شعب مصر، بيقول لكم لو طال يجيب حتة من السماء ويجيبها لكم كان عمل هذا الإجراء. ده إجراء مش غريب على شعب مصر ورؤساء مصر. أفكرك حاجة ما حصلتش، ناس هتستغرب لما هقولها. سنة 73 كنت في الحرب في الجيش الثالث، حصلت مشكلة بظهر الجيش الثالث، الثغرة اللي سميها الثغرة وتباهت بها إسرائيل وبعد كده بست إيد المصريين عشان يسيبوا القوات ترجع تاني من الثغرة وحرمنا مش هنعمل كده تاني. اللي حصل إيه؟ أنا أول مرة تواصل مع أسرتي كانت في الأسبوع الأول من نوفمبر سنة 73، كان فات شهر تقريبا على الحرب. أما كلمت أمي وردت عليا قالت كانت الساعة 1:15 بالليل يمكن، يا ناجي يا ابني احنا ايه الحاجه اللي انت باعتها دي؟ حاجه رمضان انت باعتها لنا، احنا عندنا كل حاجه ووالدك موفر كل حاجه في البيت، خد بالك من نفسك. تخيل ايه يا استاذ عمرو؟ القوات المسلحه كل قوات الجيش الثالث جنود ضباط صف ضباط، القوات المسلحه بعتت لاسرهم كانوا في الجيش الثالث، بعتت لاسرهم حاجات رمضان، تموين ورز وسكر وزيت. اللي بيتم النهارده مش غريب على شعب مصر، ده سلوك شعب مصر وسلوك واخلاقيات وقيم الانسان المصري اللي اتربى عليها. خد بالك يا استاذ عمرو، في مجلس قومي انشئ مجلس قومي لرعايه اسر الشهداء متوليه ناس تعرف قيمه الشهيد ومعنى الشهيد، وبينهم ناس لها شهداء في هذه المعارك اللي بتتم وتدار على ارض مصر. المجلس ده اتشكل عشان بيعمل حاجات في السر لا يعلمها الا الله. يمكن اللي بيتم على الملأ ده والإعلام بيصوره ده حاجة بمناسبة عيد، وبنشوف بنقول للناس كلها إحنا بنفرحكم مع بقية شعب مصر، إنما ما يتم في السر وفي الخفاء لهذه الأسر لا يعلمه إلا الله. هذا المجلس القومي المخصص لرعاية أسر الشهداء والمصابين شغله الشاهد، ما بيتكلمش في مصلحة مخلوق غير في مصالح هذه الناس، وهيسأل أمام الله عن مصالح الأسرة اللي فقدت ابنها أو جوزها أو راجلها أو أبوها. هذا المجلس مسؤول عن هذه الأمانة، ودي أمانة شعب مصر. كنت حضرتك اتكلمت في التقرير دلوقتي عن جيش مصر الأبيض وقواتها المسلحة والشرطة المدنية. أنا عايز بس عشان إحنا ناس عايشين بالدين مسلمين ومسيحيين، أرجعك يا أستاذ عمرو لحديث عايز أوضح معناه للإنسان المصري عشان يفهم معناه الشامل. أما من ألف أكثر من 1400 سنة رسول أوصى توصية محددة وقال فيها فاتخذوا منها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض. ده صحيح. هل أنت متخيل يا أستاذ عمرو أن الرسول لما قال خير أجناد الأرض كان يقصد خير عساكر الأرض؟ لا طبعا، ده رسول نزل عليه وحي وكلمته ملائكة ونزل له ديانة سماوية، مش شايف في مصر غير عساكر؟ مين اللي خلف؟ مين اللي ربع؟ مين اللي كبر؟ مين اللي ربى؟ مين اللي علم؟ مين اللي درب؟ اتضح ان كلمه اجناد في اللغه العربيه معناها اعوان، انصار، مساعدين، مؤيدين. صحيح فعلا. لما يتقال خير اجناد الارض يبقوا خير اطباء الارض، خير نساء الارض، خير مذيعين الارض، خير كل واحد يا سياده اللواء ممكن لخصها، كل واحد عنده ضمير لوطنه. الله يبارك فيك. انتم يا مصريين خير ما انجبت الارض. هذه صفه
وهذه مسؤولية شلتوها يا مصريين، خدتوها من رسول كريم، وبالذات إنه اختتم الحديث لأنهم في رباط إلى يوم القيامة. صحيح. يا سيادة اللواء نجح، ما نفضل نقاتل يوم القيامة؟ لا، أنتم في رباط لنصرة الحق أو الخير أو العدل أو الأديان، بوصية وأوامر خدناها من رسول كريم، وإحنا على قد المسؤولية وجاهزين لتنفيذها. بقول لأهل مصر، كل شهيد في رقبتنا دمه، كل شهيد بيقول لنا حافظوا على الأرض والعرض والدين. اوعوا يا مصريين تفرطوا في الشايع. أي واحد عايز يحل مشكلته بعيد عن أرضك يا مصر. أرض مصر يا ريت أقدر أحل مشاكل وأفرط فيه، يا ريت. محدش هينفعني وأنا واقف قدام رب العزة وهو بيسألني يا ناجي، أو يسألك أنت يا عمرو، عملت إيه في أرض مصر؟ صحيح. فرطت فيها ولا صمتها؟ صحيح. نمتها وكبرتها ولا جوعتها؟ إحنا شايلين مسؤولية كبيرة قوي قوي يا أستاذ عمرو، وإحنا قدها، أهل مصر قدها، وهتنزل الغمة وإن شاء الله أنتوا بتعيدوا كتابة التاريخ يا أهل مصر. 20-30 سنة، 2030-2040 هتعدي عليكم، وتقفوا قدام أولادكم أحفادكم تقولوا لهم إحنا اللي حافظنا على مصر، إحنا اللي عندنا كان أقل نسبة خسائر، إحنا اللي منعنا الإرهاب إنه ينفذ مهمته ويقسم المنطقة العربية لو مصر اتقسمت. مصر كاملة صامدة بفضل الله لخيرها ولناسها، لن يقترب منها مخلوق. الإرهاب يخبط زي ما يخبط، حتى لو قعد 20 سنة يخبط، لو الإرهاب انتصر على دولة عبيطة هبلة يبقى ينتصر عليك يا مصر. سينا مصرية، حتى النخاع اللي بيفكر في يوم من الأيام يغير هويتها. سادس محاولة تمت في مقال وكتبه واحد عبيط أو غبي أو متخلف أو خاين أو مش فاهم يوم 12 أبريل سنة 2020 إن سينا تبقى حاجة لوحدها وليها حاكم. هلسة مش سينا يا أستاذ. صحيح. سينا دي زيها زي شبرا، زي البحيرة، زي أسيوط، زي الوادي الجديد. ما أقدرش أفرط في شبر واحد فيك يا أرض. الأرض دي يا سيادة اللواء، سيادة اللواء ناجي، من الأرض دي اتروت بالدم وتمنها غالي قوي، يعني تمنها غالي قوي وما تدفع بالدم، فاللي يمشي عليها واللي يعيش فيها أو اللي يأكل منها لازم يعرف قيمتها بشكل كبير جدا. الله يبارك لك يا استاذ عمرو، انت انسان جميل، وتحياتي لكل زملائك. الله يخليك. سيادة اللواء ناجي، عايز اسال حضرتك الرساله المعنويه للاطفال لما يشوفوا ان طبعا يعني الرئيس كان دايما بيبقى حريص ان في عيد الفطر او عيد الاضحى يكون معاهم بيحتفل بيهم، مش ناسيهم في ظل حتى الازمه، لا احنا معاكم واحنا موجودين. الرساله المعنويه للاطفال دي ممكن توصل ايه، وتوصل ايه للشعب المصري كرساله بسيطه جدا من المصريين ومن رئيس الدوله زي ما قلت حضرتك بيعبر عن كل المصريين واراده المصريين ايضا؟ يعني هو ده اعداد الانسان المصري يا استاذ عمرو. انا اقدر اي حاجه في مصر تتهد وتتكسر وهصلحها وابنيها، بس اذا الانسان المصري اتهد واتكسر مني ما اعرفش ابني. صحيح. اللي عمله رئيس الدوله ان هو يعيد بناء الانسان المصري. انا عندي ولاد احفادي، الاحفادي بيقولوا لي قاعدين امبارح عشان نقيم الاختيار، طب انا ابقى زي ده ازاي؟ طب انا ممكن حتى لو ما بقتش ضابط ممكن ابقى عسكري زي ده ازاي؟ ممكن أعمل إيه؟ اللي بيعمله الرئيس اللي بيمثل الشعب المصري هو بناء الإنسان المصري. كل طفل من دول هيفضل فاكر أنا فلان زارني وفلان قابلني وفاكرين أبويا، ما حدش ناسي أبويا. خد بالك دل على العلن، إنما اللي بيتم في السر وفي الخفاء لصالح الشهداء والمصابين لا يعلموا إلا الله، ودي مسؤولية في رقبتنا كلنا. صحيح. إنت بتعد الإنسان المصري يا أستاذ عمرو، وده أخطر ما في هذه الأرض. في الحقيقة بشكرك جدا، ودايما بسعد بسمع صوتك ست اللواء ناجي، وربنا يديك الصحة يا رب، ودايما تسعدنا بكلام حضرتك وتدينا الشحنة المعنوية الكبيرة كما اعتدنا من حضرتك كل بين حين وآخر. شكرك. شكرا جزيلا، وكل سنة وحضرتك طيب، ويا رب دايما في خير إن شاء الله. شكرا جزيلا ست اللواء أركان حرب ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. شكرا جزيلا لحضرتك. اهلا بحضراتكم جديد. في الحقيقه طبعا الاجازه دي مش اجازه على قد ما احنا بنحاول نكون في البيت، وبنحاول ان يعني المسافه تبعد شويه ما بين المواصلات ما بين الشغل، عشان طبعا ارتفاع عدد الاصابات بشكل ملحوظ منذ اواخر الشهر الفضيل. في الحقيقه لازم
يعني عملت عليها مجلس الوزراء والوزراء المعنيين ان احنا نقلل فرص الاصابه باكبر قدر ممكن. يا ريت نساعد الدوله ان احنا كلنا نحاول نقلل من الزيارات ونحاول نكون موجودين في البيت اكبر فتره ممكنه عشان نحاول نقلل من اعداد الاصابه الموجوده جدا الموجوده في مصر جراء الاصابه بفيروس كورونا. الحقيقه بتعمل جميع الاطقم الطبيه وجميع المؤسسات من اجل مواجهه التجمعات، وضع كمان خطط احترازيه لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وكمان بيبدا اعتبارا من اليوم وحتى الجمعه القادمه ان شاء الله تطبيق الاجراءات الاحترازيه بشكل كبير جدا خلال فتره عيد الفطر المبارك، ومن بينها حظر حركه المواطنين من الساعه 5 مساء وحتى 6 من صباح اليوم التالي، وقف جميع وسائل النقل الجماعي، حفلات الرحلات بين المحافظات، كما يتم غلق جميع المحال والمراكز التجاريه وكذلك المطاعم، الاماكن اللي تقدم الخدمات الترفيهيه، المتنزهات، الشواطئ، الحدائق العامه. كمان مقرر بالعوده للحياه تدريجيا في ظروف الحياه الطبيعيه في جميع قطاعات الدوله اعتبارا من منتصف الشهر القادم ان شاء الله. طبعا الهدف من الاجراءات الصعبه شويه وتطويل فتره حظر حركه المواطنين من 5 مساء حتى 6 صباحا ان شاء الله لحد يوم الجمعه القادم، كله هدفه ان احنا نحد الاعداد بشكل كبير جدا الخاصه بالاصابه بفيروس كورونا، ونحاول نقل حركه المواطنين ومحاوله نقل حركه المواصلات والاحتكاك المباشر ما بين لا قدر الله حد من المصابين وبين الاسوياء والسلام، لان احنا طبعا شايفين قد ايه في ارتفاع كبير في الارقام الخاصه بفيروس كورونا. معانا دكتور اشرف عقبه رئيس قسم الامراض الباطنه بجامعة عين شمس. أهلا دكتور أشرف، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا بحضرتك وكل سنة وأنت طيب. كل سنة وحضرتك بخير يا رب ومصر كلها بخير. في الحقيقة دكتور أشرف احنا شايفين التصاعد الكبير في أرقام الإصابات، وطبعا ده ندل على شيء يدل إن احنا في خطر، لازم الجميع يكون في حرص شديد، لازم خلاص أصبح الماسك أو أصبح يعني الشيء الواقي للوجه، وكمان والجوانتي أو الأشياء والمطهرات لازم خلاص أصبحت جزء من الحياة اليومية ما فيش غنى عنها إطلاقا. لكن في الحقيقة تطويل فترة حظر حركة المواطنين من 5 مساء لحد 6 صباحا هدفه كله إقلال الإصابات بفيروس كورونا في ظل الارتفاع المتزايد خلال الأيام المقضية. تمام، هو فعلا فرصة كويسة إن احنا نستغل الأجازة في إننا نعمل كل الإجراءات اللي ممكن تساعد في إنه تقلل الأعداد، أعداد الإصابة وأعداد الوفيات. فلازم استغلال هذه الفترة في إنه يتم فعلا التباعد الجسدي قدر الإمكان، وكل الوسائل اللي ممكن تؤدي إلى زيادة أعداد الإصابات ان احنا نستغل هذه الفتره باننا نكسر الاعداد المتزايده اللي احنا شفناها في الايام الاخيره. وبالتالي علينا كلنا ان احنا نلتزم بالاجراءات اللي تم التوصيه بيها بعدم التواجد في الاماكن اللي ممكن يكون فيها زحامات، علشان نقدر فعلا ان احنا نخلي الاعداد تبقى أعداد مقبولة، بدل ما ندوس نلاقي نفسنا في زيادات مضطردة وبعد كده نلاقي أن الأعداد زادت كتير من الحالات ومن حالات الوفيات كمان. طيب تمام دكتور أشرف، طبعا في ظل ارتفاع الأعداد اللي احنا شفناها، هل شايف حضرتك أن الأسبوع ده كافي أنه يقلل الأعداد بشكل كبير؟ هل ممكن نستطيع أن احنا نسيطر خلال هذه الفترة الأسبوع ده أو الست أيام دول نقدر نسيطر شوية على الأعداد، ولا هيكون محتاجين فترة أكبر من كده ومحتاجين في الحين نلتزم بالإرشادات الجامدة جدا والنصائح اللي منزلها وزارة الصحة وطبعا منظمة الصحة العالمية إن احنا نلتزم بالماسك الخاص بالوجه، كمان المطهرات بشكل دائم، غسل اليدين والاستمرار عليه؟ شايف حضرتك الوضع يكون إيه؟ حضرتك تنصح بإيه الفترة القادمة يعني؟ احنا عندنا وسيلتين، الوسيله هي الاجراءات الاحترازيه اللي بتوصي بها الدوله، والاجراءات الاحترازيه من عدم التواجد في الاماكن بشكل مزدحم، الى جانب الكشف الحراري على اي واحد بيخش اي مكان، كمان في الفتره اللي احنا فيها اللي هي فتره الاجازه عدم التواجد في المتنزهات والمولات والحدائق، كل ده هيؤدي الى الاقلال من فرص الاصابه. التزام المواطن على الناحية الثانية بأساليب الوقاية، يعني احنا عندنا إجراءات احترازية ووقاية. الإجراءات الاحترازية هي ما تقوم به الدولة، والوقاية هو ما يقوم به المواطن.
الوقاية هي الالتزام بكل أساليب الوقاية من النظافة الشخصية وغسل الأيدي بشكل متكرر وعدم التعامل مع الأسطح المشتركة ولبس الكمامة في كل الظروف علشان ما يبقاش في فرصة لانتقال العدوى من شخص مصاب إلى شخص سليم. كل ده هيؤدي إلى تناقص الأعداد، وتناقص الأعداد يعني إنه إحنا بنرجع تاني إلى أعداد مقبولة، ويمكن كمان التعود على هذه الإجراءات، وبالتالي ممكن نقلل من فرص الإصابة وفرص الوفيات اللي بتتم نتيجة الإصابة بالمرض. طيب دكتور أشرف، الحقيقة عندي سؤالين. السؤال الأول يتعلق بإمتى الشخص يتوجه مباشرة سواء لمستشفى الحميات أو مستشفى الصدر، اللي يقول أنا لا خلاص أنا لازم أروح المستشفى، واللي احنا بننصح طبعا محدش يروح المستشفى إلا لما يكون بيتعرض لعرض يعني شديد اللي مش قادر يستحمل بمعنى أصح. إمتى الشخص يتوجه مباشرة للمستشفى عشان إجراء التحليلات اللازمة؟ احنا بنقول إنه المرض بيتسبب في درجات مختلفة من الإصابة. في بعض المصابين لا يعانوا من أعراض بالمرة، وبعضهم بيعانوا من أعراض بسيطة، ولكن بعض الآخر بيعاني من أعراض متوسطة أو شديدة. فإذا كانت الأعراض بسيطة، يعني درجات حرارة أقل من 38، كحة بسيطة لكن مش كحة متكررة وناشفة، إذا كان لا يعاني من ضيق تنفس، كمان إذا كان أعمار صغيرة يعني لا تتجاوز 65 سنة، والأشخاص اللي لا يعانوا من أمراض مزمنة زي مثلا أمراض السكر وأمراض القلب وأمراض تحتاج إلى أدوية مناعية أو بيعانوا من أشكال مناعية من الأمراض أو بياخد علاج إشعاعي أو بياخد علاج كيميائي، إذا كان الشخص هو ينطبق عليه هذه المواصفات فعليه أنه هو يحجز نفسه أو يعزل نفسه في المنزل ويتواصل مع الأرقام الساخنة اللي هي رقم 105 ورقم 15335. هم حيدوله كل النصائح اللازمة لهذه الفترة، وكمان ممكن بيسجلوا الأرقام ويتم التواصل معاه علشان يعرفوا الحالة اللي هو وصل ليه. أما إذا زادت الأعراض وزادت الكحة بشكل متكرر وزاد ضيق التنفس أو أنه بدأ يعاني من أعراض أخرى أو كان بيعاني من أعراض أمراض مزمنة زي ما قلنا الأمراض اللي هي بتستدعي أنه هو ياخد علاجات بشكل مزمن زي مرض السكر وأمراض القلب وأمراض المناعة الجهازية، هؤلاء الأشخاص لا يجب عليهم التواصل مع المستشفى علشان إذا كانت الحالات فعلا شديدة يحتاج إلى دخول المستشفى سواء في العزل في المدن الجامعية أو في المستشفيات أو بيتم التعامل معاه إذا كانت الحالة فعلا شديدة. طيب دكتور أشرف يعني سؤال في عجلة أيضا، يعني إذا الشخص أصيب مثلا بكحة أو أعراض تشبه الإنفلونزا يعني هو تحسن مع العلاج، يبقى أعتقد ما فيش داعي إنه يروح للمستشفى. طبعا لانه هذا الشخص لا يعاني من اعراض شديده وبالتالي ما فيش ضروره ان هو يروح المستشفى، لانه في الحاله دي هو مش محتاج. كل العلاجات اللي تقدم في مثل هذه الحالات هي علاجات داعمه لمجرد حاجات بس تنزل الحراره وتقلل الاعراض. اشكرك شكرا جزيلا وكل عام وانت بخير دكتور اشرف عقبه، رئيس اقسام الباطنه العامه بجامعه عين شمس، شكرا جزيلا لحضرتك. الحقيقة وصلنا لنقطة الختام من النيل مباشر اليوم، وكل عام وحضراتكم بألف خير، ونتمنى طبعا نقضي عيد سعيد، احنا نكون متواجدين بالمنزل أكبر فترة ممكنة، نقلل من الزيارات في هذه الفترة عشان نقل الإصابة من فيروس كورونا، وكمان نبطئ من معدلات الإصابة بها للجميع إن شاء الله. نتمنى للجميع السلامة، وكل كل عام وحضراتكم بألف خير، وإن شاء الله غدا بإذن الله فريق عمل جديد من برنامج النيل مباشر في نفس الموعد بعد موجز إلى اللقاء بإذن الله مع حضراتكم دائما على النيل الأحمر.